وصلنا إلى منطقة آريني من قرب كهف آريني. أريد أشوف لكم فد مشهد رائع جدا، فد شلال بسيط. طبعا احنا دائما رايحين رادين على هالطريق، لكن بصراحه اليوم انتبهنا عليها، فراح اصور لكم اياها حتى تطلعون عليه مع قرارات السياحه. احنا متوجهين الى شلالات جرمو، وان شاء الله هناك نصور لكم الشلالات الاكبر من هذه. هذه منطقه استراحه في منتصف الطريق، نتوقف دائما للاستمتاع بالطبيعة، أو اللي يريد يرتاح ياخذ له صورة، ياخذ له فد كوب شاي، فنجان قهوة. مساء الخير، وصلنا إلى شلالات جيرمو بعد عناء. عن جد شوية طريق كان صعب، احنا خلال هذا الفصل أو نقول من الشتاء لحد الآن هذه أول مرة نقوم في زيارة منتجع جيرمو بسبب كثرة تساقط الثلوج في هذه المنطقة. والآن نحن أمام شلالات جيرمو وسنصور لكم المشهد لتستمتعوا معنا. هذا المشهد في جيرمو في هذا اليوم، وتراشق بالثلوج مع السواح، السواح بيناتهم يتراشقون الثلوج. يلا استمتعوا. هذا الشلال اللي وعدناكم بيها. شلون الاجواء؟ مو بارده؟ لا لا، بياض وجه. بياض وجه، حلو. ما اعرف يعني، طبيعه بصراحه لا توصف، والجو رائع، والاطفال هنا متونسين يلعبون بالثلوج، والكبار متونسين اكثر.